كي دايرين؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مهم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في ديزاين جديد عاوتاني، وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. المهم خليكم معايا لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال هذا الفرنش اللي درت وبهذا الكولور اللي اختاريت. المهم كيف ما كتشوفوا كنركب لي فو زونغل بطريقه عاديه كيف ما عودتكم في لي فيديو اللي قبل، يعني كنقطعهم عادي، كنقاد لا فورم ديالي، كنبردهم، يعني كنحاول نبردهم ونفينيهم من الجناب. الا كان عندي مبرد اللي هو ديال الضو غادي تكون حسن، يعني وغادي نربح الوقت اكثر. كان عندي مبرد يدوي اولا المبرد العادي، داك العادي كنستعملو غير هو. كيف ما كتشوفوا دابا غادي نحتاج الباز كوت، واخا هو قبل يعني كيخصني ضروري نبريباري لونغل ديالي، ندير نيل بريب وندير البرايمر عاد باش كندير الباز كوت. ولكن بالنسبه ليا انا حاليا يعني غير كنوريكم يعني الديزاين ديال كنوريكم يعني الخدمه كيفاش دايره، وكنوريكم الديزاين كيفاش داير، يعني اضطريت انني ندير غير الباز كوت. المهم كيف ما كتشوفوا بالنسبه لي كولور، الا ما عنديش لي كولور في الاكريليك ديالي كنحتاج غير فيرني يكون نورمال، وكنخلطو مع ليكيد باش غادي نميلونجي لاكريليك وغادي نميلونجي او ميم طون الباودر ديالي، يعني ما كنحتاجش بزاف، يعني فقط صباغه نورمال كنخلطها في داك ليكيد اولا داك الماء اللي كيكون خاص بالباودر، وكنميلونجيهم وكنشوف الكولور اللي كيناسبني وكنبدا خدامه الكولور اللي بغيت. وميم طون يعني ما كيتمسحش ليا، واخا كندير اي حاجه، ممكن نغسل، ممكن نمسح بالدوسولفون، ممكن ندير اي حاجه، ما كيتحيدش ليا الكولور، كيبقى لا ميم كولور اللي اختاريت في الاول. مهم كيف ما كتشوفوا دابا انا اختاريت هذا الكولور هذا يعني بالنسبه لاباز ديال الظفر، يعني اولا البناء ديال الظفر اختاريت هذا البيج اللي كيكون بيج خفيف، يعني باش من الفوق منين ندير هذاك الماغون اولا يعني البني يبان هذاك الديغرادي، يبان غزير ويبان في نفس الوقت مقبول. ممكن ديروا مثلا دي كولور اخرين، ممكن ديروا غوج، ممكن مثلا بلو، ممكن يعني ديروا اي كولور اختاريتو وارتاحيتو فيه. فوالا كيف ما كتشوفوا يعني الطريقه راه ديجا وريتها لكم في الفيديو اللي قبل، يعني كيفاش حتى كتابليكي، كيفاش يعني كتابليكي سميتو، سمحوا لي كيف ما كتابليكي لاكريليك، يعني الطريقه عاديه كتحاولي انك تزربي في اوميم طون باش ما تخسرش لك يعني البانسو ديالك اولا ما ينشفش لك في البانسو، يعني كنحاول نزرب اوميم طون يعني نقاد يعني نخدم داكشي بتأني في نفس الوقت. فوالا كيف ما كتشوفوا يعني كان بازي على ديما على دوك لي كيتيكول، كنحاول انني ما نوصلش ليهم في نفس الوقت، ما نخليش داك لاكريليك مهزوز من دوك البلايص. فوالا يعني دابا غادي نبقى نشوف، يعني كندير كوش من ورا كوش حتى كنشوف داك الكولور اللي انا بغيت، او ميم طون كنشوف بالنسبه للظفر واش تبنى، يعني واش ولا يعني داك البناء صالح باش انني صافي نقز الظفر الاخر ولا لا. فوالا كيف ما كتشوفوا يعني دابا انا كنحاول يعني نشوف غير الكولور واش مقابل مع الكولور اللي حداه اولا خفيف، حيت قد ما درت لي كوش زايدين قد ما الكولور كيبقى غادي وكيزيد نصاح. فوالا كيف ما كتشوفوا يعني كتهزوا غير قطيره خفيفه وكتحاولوا تابليكيوها بطريقه سهله، ما غتحتاجش منكم يعني بزاف ديال الوقت ولا شي حاجه. كيف ما كتشوفوا دابا ملي كندير بحال هكاك الدفراني كنحاول نشوف الكولور واش لا ميم كولور في لي زوتر الدفيرات ولا لا. فوالا دابا راه الدفر تقريبا كاينه بالنسبه للبنات، كاين اللي كتبغي بحال هكا مثلا غير كوش ولا دو كوش، يعني كل وحده وكيفاش كتبغي الدفيرات، كاين اللي كتبغيهم غلاط، كاين اللي كتبغيهم موين، كاين اللي كتبغيهم خفاف. دونك انا يعني انا كنفضل انهم يكونوا بينو بين، ما يكونوش غلاضين وما يكونوش رقاقين بزاف، حيت الا كانوا رقاقين بزاف الا درنا واحد لاكوش خفيفه ديال لوجيل تقدر في اي لحظه يتهز مثلا الكابسول ديالي وتهز معاه حتى لوجيل. واخا كندير البرايمر، واخا كندير نيل بريب، واخا كندير اي حاجه ممكن تهز ليا لوجيل، والبنت اللي غادي ندير لها ولا الكليونت اللي غادي ندير ليها غتقول يعني هاد الخدمه هادي اللي دارت ليا مثلا هاد البنت هادي ممكن تكون ما خدماتش ليا مزيان.
وهو العكس، ممكن انت تكوني خدمتي مزيان وانما غير ما درتيش مثلا دوكوش ولا تخواكوش مثلا باش يتشد ليها الوجه. فوالا كيف ما كتشوفوا انا راني دابا قديت يعني ضفر من التحت، يعني راني قديته، ما غاديش نحتاج يعني نعود مثلا نعود نزيدهم مثلا ديكوش اخرين. كيف ما كتشوفوا يعني دابا حدي غادي نبرد وغادي نقادهم من جناب عادي، غادي نحاول نبردهم باش يعني نقاد هذيك سمايل اللي كتكون ديال الفرنش. سمايل كيخصها تكون مقاده على شكل سمايل، تكون يعني مقاده باش يعني يبان لي الظفر بروفيسيونيل وتبان لي خدمه نقيه، فهمتوا؟ فوالا كيف ما كتشوفوا انا ساليت البريد ديالي. دابا غادي نبدا الطبقه الفوقانيه، او لا صافي غادي نبدا يعني ديك الفراغ اللي خليت الفوق، يعني غادي نحاول نعمره. كيف ما كتشوفوا يعني انا ملي قديت الكولور في داك ليكيد، يعني بقيت كنخلط كنميلونجي في الصباغه باش يعطيني هاد الكولور اللي يكون فونسي، باش يعني يبان هذاك لا ديفيرون ما بين الضفر لتحت والضفر اللي الفوق. فوالا يعني كنحاول من الجناب انني ما نخليهش يدي عليا باش في البريد ما يبرزنيش وما يمحنيش. فوالا يعني كنبقى نزيد بشويه بشويه حتى كنتاكد انها ولات يعني قدها قد الكوتي اللي كاين من التحت، يعني كنحاول نشوف انهم يعني مقاربين مع بعضياتهم. صافي كنبقى غادي على هاد نفس الطريقه عاديه، ما كنحتاجش يعني بزاف ديال الوقت ولا بزاف ديال الامكانيات، كنمشي بهاد الطريقه كنحاول نطرفو من الجناب. يعني غتبقاو غاديين بنفس الطريقه، ما غاديش تحتاج منكم يعني بزاف. وبالنسبه تفكرت واحد الحاجه اللي هي راه انا كنلوح اي جديد ديالي قبل ما كنبوست فيديوهات، انا راكم عارفين مع المونتاج كياخذ داكشي الوقت، يعني كياخذ ليا اليوتيوب كياخذ ليا بزاف ديال الوقت. دونك اي جديد كنلوحو على حسابي في تيك توك اللي هو غادي تلقاوه لتحت في صندوق الوصف. وبالنسبه للانستغرام كنلوح فيها يعني بعض الجديد ديالي، واللي مثلا ما عرف ما فهمت شي حاجة أو لا ممكن تواصل معايا على حسابي في انستغرام. وما تنسوش البنات اللي ما مابونياش تابونا، واللي ما مفعلاش هذاك الجرس بالضبط تهبط دابا يعني تكليكي عليه باش يوصلها أي جديد ديالي. ويعني خليكم معايا دابا غنكمل لكم الشرح. وبالنسبه للشرح اللي كيعجب الشرح ديالي ما تنساش انها تخليها ليا في كومونتير وتقول لي الشرح ديالك واش مزيان ولا ما مزيانش، ولا كان خصو شي تحسين. بطبيعه الحال غادي نحسنوا من الطريقه ديال الشرح. وبالنسبه للبنات الا كان شي اخطاء ممكن نتوما يعني ممكن تصحوا ليا مع يعني كامل تقبل اي حاجه يعني جات من عندكم مرحبا بها. فوالا كيف ما كتشوفوا يعني بقى ليا هاد الصبيه هذا، غادي نخدمه بنفس الطريقه اللي خدمتها في الاول وفي الثاني وفي الثالث. غادي نبقى يعني ندير الكوش الثانيه والكوش الاولى والثانيه والثالثه حتى غادي نتمكن من داك الفورمه اللي بغيت. فوالا كيف ما كتشوفوا بقى ليا هاد الضفير هذا، يعني غادي نمشي بنفس الطريقه. غادي نحاول انني نزرب الفيديو البنات، يعني ما بغيتش نطول عليكم، يعني كنتمنى انني انا نكون خفيفه عليكم الصراحه كنتمنى. وراكم عارفين مع الشرح والخدمه راه يلاه كتوصل مثلا واحد 13 او 14 دقيقه، راه يلاه يعني ماشي حيت انا بغيت، وانما اصلا الضفران كياخذوا وقت يعني طويل في الخدمه. فوالا كيف ما كتشوفوا دابا من اللي كرم ليا لاكريليك ديالي، غادي نبردو بطريقه عاديه، ممكن نبردو بهذا المبرد اليدوي او لا ممكن نبردو بمبرد اللي يكون ديال الضوء، يعني نتوما اشنو متوفر عندكم. انا يعني كنفضل انني نخدم اكثريه بهذا المبرد اللي كيكون يدوي. كيف ما كتشوفوا يعني دابا انا ساليت البريد ديالي، دابا غادي نوصل للمرحله ديال التزيين. غادي ندير يعني هاد بالنسبه لهاد لي ستيكرز راهم ما غاليينش، كيتباعوا ثلاثة ديال الدراهم، كتباع ورقه واحده
فيها بزاف منهم 3 دراهم الوحده وبكيه فيها يمكن 12 بشي 30 درهم صافي كيف ما كتشوفوا ملي كنلصقها يعني ما كنحتاجش يعني ندير عليها مثلا كوش ديال الجيل ولا ديال لاكريليك كون ترونسبارون فقط كنصبغها بالتوب كوت اللي كيخليها ليا مفيكسيا وحتى شي حاجه ما كتزعزعها من بلاصتها ولو يعني كنتحرك بزاف اولا كنغسل مثلا يدي ولا كندير يعني شي اكتيفيتي ما كيتحركش ليا داك الديزاين اللي درت الفوق. وحاجه اخرى يعني البنات كنصحكم ولو البنات اللي ما كيركبوش الدفرات ديال الدفران عفوا ديال لوجيل اولا لاكريليك ممكن تاخذوا هاد التوب كوت يعني راه مزيان كيخلي لكم واحد البغيون فوق من الصباغه ديالكم اي صباغه تكون نورمال ماشي ضروري تكون يعني صباغه يعني من تكون يعني صباغه بيرمانون ولا سيمي بيرمانون يعني غنحتاجوا غير صباغه نورمال وغادي نحتاجوا فوق منها هاد التوب كوت راه ما كتزعزعش من بلاصتها راه ولو ديروا يعني ولو تمسحي بالدو سولفون ولو تغسلي يعني ممكن ديري اي حاجه كيبقى داك البغيون كيبقى عاطي. ممكن نستعمل انا يعني لا باز ديك لا باز العاديه ما يبقاش هذاك البغيون يعني كدوز نهار يومين كيتمسح كيطير هذاك البغيون يعني انا كنصحكم بهاد التوب كوت هذا. ممكن كيف ما كتشوفوا دابا كندير الزيت ديال لي كيتوكول يعني هو المرحله الاخيره اللي كتبقى صافي كنحاول نديرو بحال هكا عادي كن ممكن يعني ندير بحال المساج يعني خفيف لديك البلاصه وكنتمنى البنات يكون الفيديو عجبكم كنتمنى نكون يعني عند حسن الظن ديالكم وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم وما تنساونيش وكانت معكم سكينة البصري وكنتمنى نتلاقاو فيديو جديد عما قريب ان شاء الله خليت لكم الراحة بسلامة.